السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب عندي حضرتك سؤال تاني يا شيخ. حكم جلوس أم الزوج مع مرات الابن، ولو وهي لها منزل، بالتراضي أو بالتراضي أو وهي مش معترضة على خدمتها، بس معترضة على الجلوس معها، إن هي تقيم معها، بس مش معترضة إن هي تخدمها. على كل. طيب هل لأم الزوج مسكن آخر أو ليس لها مسكن؟ لها كذا مسكن. إذا من حق الزوج، من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا خاصا، لو هو إلا مسكنها الخاص في إلا إذا كلية كان بعيدة. إلا إذا كانت أمه ستضيع. أيوه. نعم، السلام عليكم.